بس في استشكال جاءنا. أخت فاضلة أستاذ أمال بتقول: أشكل علي أمر في حديث المرأة صعد فيها النظر وخفض، كان هناك رجل آخر ينظر، وكيف سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يعني كيف يقال بأن في رجل بينظر إليها بحال من الأحوال؟ طيب كيف عارف الرجل، وكيف يعني قال النبي لم يكن لك بها حاجة؟ المسألة سهلة جدا، جاءت أمامه، سمع منها أنها قالت أنا وهبت نفسي لك، يبقى لابد لها من إيش؟ صوت. لا، ما هو أبي بكر كيف الله يرد عليه، لكن أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر، الرجل سمع المرأة وهبت نفسها لمن؟ طب سكت النبي، يبقى حدث الإنسان وظنه أنه إيه؟ رفض. لا، أنه بينظر الأول، ما لازم ينظر، أنه نظر. طيب بينتظر إيه بقى؟ بينتظر أن يقبل أو يرفض. لما يسكت دي معناها إيه؟ عدم قبول. عدم قبول، لأنه مؤدب، النبي صلى الله عليه وسلم أدب عالي، ما رضى أن يكسر بره. فالرجل حينما غلب على ظنه رفض النبي لا، قال زوجني، نظر وقال زوجني، وحق له أن ينظر لأنه يريد إيه؟ الزواج. فين بقى فين الإشكال؟ لا إشكال، قصة معانا عشان كده، لا اشكال. المهم ان احنا حليناه، لان القائل به فاضل، فزاك بيناه. الفاطمه الصحابيه اللي هو لما اراد عفه فرجه ما فرقش معاه بقى هي شكلها حلو ولا وحش، هو لقى فرصه للعفه ماشي، ولا ولما لا تقول نظر عليها بعدما غلب على ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارادها، حق له ان ينظر اليه، خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارادها. احنا ينبغي حسن الظن بالله يحمل الصحابة على أحسن. أحسنت، وده حسن الظن بالصحابة، حسن الظن بالله، لأن ده اختياره، ده اختيار النبي، ده اختيار الله، وده اللي احنا بنرد عليه على الروافض، نقول له أنت تطعن في حكمة الله عندما تقول أن هؤلاء الصحابة كفروا. عشان دي رواية صرح، اللي صرح بأنه عدد صرح، وإيش قال؟ قال مالي يوم السمع. هذا من الذي روى هذه الرواية؟ البخاري؟ ده ممتاز جدا، ده تصريح ليس بعد تصريح أو الآن. فسمع الرجل ذلك فقال زوجنيه.